على رصيف المستقبل الهارب تتلاشى أحلامهم، فقد حولتهم الظروف كبارا بهمومهم ومعاناتهم، واليوم يقفون في المكان المقابل لمستقبل الطفولة الضائع، يحملون في حقيبة الذكريات مرارة رحلة النزوح التي عاثت بما تبقى من لحظاتهم السعيدة. بدي أجيب مصاري، بدي أشتغل، يعني ما فيش مصاري، يعني بطلت من المدرسة عشان أطلع حق لياتي مصروف. كلمات تختصر حجم المعاناة التي دفعت الأطفال لإعمال ربما تؤمن رغيف الخبز لأشقائهم. هذا هو مكانهم الذي فرضه النظام بسياسة الحصار ومعاقبة المدن المحررة. مدينة جاسم التي باتت تعرف بمدينة النازحين بعد أن استقبلت آلاف العائلات من كل المدن المجاورة، ها هي اليوم تعيش أقصى الظروف وأصعبها، الأمر الذي جعلنا نشاهد الأطفال عمالا وبائعين لكي يسدوا رمق الحاجة والحرمان بعد أن أثقلت الظروف كاهل الآباء والأبناء. والله صار بس بحس كتير من 2011 بدي أساعد أهلي في المصروف، لأنه مدارس ما ضلش في 2 سنين، وفي قصر فاضي يعني الآن كلها قاعدة في المدارس. هو وداع بين حقيبة الدراسة والمقاعد المكدسة لتفسح للضيف أو الزائر مكانا يعيش به بعيدا عن البيوت المهدمة فوق رؤوس ساكنيها، فحق العلم واجب معلق بسبب الظروف ومآسي النزوح. من محافظة درعا، مدينة جاسم.